جانب القضاة ولا مهادنا، ونطالب المناضلين في المجلس التأسيسي، ان هناك مناضلين ان يقفوا وقفة مصارعة ومواجهة ونقفة لا حيادة على قضاء مستقل ولا حيادة على سلطة مستقلة وهيئة، ونطالب الشعب ان يقف الى جانب جمعية القضاة حتى يحققوا مطالبهم في استقلالية ادارية وانتخاب حر لمجلس اعلى للقضاء بدون تدخل، ورؤيتهم لإدارة الهيئة القضائية وممارسة القضاء واحترام علوية القانون. ولا بد، والان لم يعد هناك اي مجال للشك في ان الناس الذين لا يريدون هذا قد تعروا، والان لابد من المرور الى ممارسة عملية واضحة، وهو مواجهة الذين لا يريدون استقلال مستقل، ومواجهة الذين لا يريدون مجتمع ديمقراطي، والذين لا يقفون في وجه الهيمنة الإمبريالية، والذين لا يريدون أن يشخصوا حقيقة الأزمة التي نعيشها في تونس، والتي من أساسها هي الاستقلال، والتي من أساسها هي الاقتصاد الوطني، والتي من أساسها بناء مجتمع حقيقة مدني، ولا شعارات ولا مجال للتوافق مع الظلاميين، ولا مجال للقراءات الظلامية والمنحرفة، ولا مجال لدعويم القضايا والمطالب. واليوم الاستقلال هو الاستقلال القضاء، والاستقلال هو كما يراه القضاة على الأقل في تسييرهم وفي إدارة أموالهم وفي انتخاب من يمثلهم وفي ممارسة علوية القانون بدون أدنى ضغط وبدون أدنى وصاية. وشكرا.